السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلابي في الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله هنتين النهاردة ريفيجن مراجعة على الوحدة الأولى والتانية من منهج اللغة الإنجليزية مع مستر إيهاب أحمد توفيق. الوحدة الأولانية يونيت 1 كانت بعنوان Writers and Stories. Writers and stories يعني قصص وكاتبين. نقول مع بعض الكلمات مع بعض. average 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 بتي معنى متوسط أو معدل. confused 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 بمعنى مرتبك أو متحير. دي adjective طبعا صفة. insist 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 معناها يصر وبيمع حرف الجر on. insist on يعني يصر على. midday 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 معناها منتصف النهار اللي هو الظهر يعني بيساوي نون. poetry poetry كلمة poetry معناها الشعر، وطبعا في كلمة poem جاية منها اللي هي قصيدة شعرية poem بمعنى قصيدة شعرية، وفي الشاعر اسمه poet ده الشاعر. عندنا poetry الشعر، poem قصيدة شعرية، poet شعر. old fashioned old fashioned يعني موضة قديمة يعني. fashion fashion كلمة fashion معناها موضة. routine routine معناها نظام ثابت أو روتين احنا بنتكلم عليه. secretary 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 معناها السكرتير. secretarial secretarial يعني عمل سكرتاري متعلق بالشغل بتاع السكرتارية. publisher 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 معناها ناشر أو دار النشر. attachment attachment attach لوحدها معناها يلحق أو يرفق. attachment معناها مرفق أو ملحق، زي مثلا إيه لما تيجي تبعت صورة على الماسنجر أو على الواتس أو على الإيميل، ده بتبعتها كاتاتشمنت كمرفق او ملحق مع الكلام اللي هتكتبه، يبقى اتاتشمنت معناها مرفق او ملحق. believer 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 معناها مؤمن، جايه من believe يؤمن. collection 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 معناها مجموعه، جايه من collect يجمع طبعا. custom 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 معناها عاده. disabled 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 اللي هو المعاق. disability 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 معناها إعاقة. district district حي أو منطقة. law 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 معناها قانون. pioneer 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 معناها رائد في مجال ما. style 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 معناها اسلوب. establish establish يؤسس او يرسخ او يوطد قدمه او يعطيه مكانه مميزه. competition 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 معناها مسابقه او منافسه. check check معناه يراجع أو يفحص. fixed يعني ثابت لا يتغير. headache صداع. diplomat دبلوماسي. abroad خارج البلاد. improve يحسن أو يتحسن. fiction خيال أو روايات خيالية. arrangements ترتيبات. confusion
confusion معناها ارتباك أو فوضى، جاية من confused اللي هي مرتبك أو متحير. confusion ارتباك أو فوضى. insistent ملح أو مصر، جاي من insist يصر على، حط لها ENT تبقى insistent ملح أو مصر على حاجة. experiences معناها تجارب أو خبرات في الحياة. respected معناها محترم. expert خبير، يبقى expert خبير. experience خبرة. experiences خبرات أو تجارب. Arab culture الثقافة العربية. graduate ان graduate طبعا عارفينها معنى يتخرج. graduate from university يعني يتخرج من الجامعة. graduation كمان تخرج. career معناها مهنة أو الحياة العملية. lawyer هي طبعا من كلمة law القانون. lawyer معناها محامي. create يبتكر أو يبدع أو يخلق، تيجي منها كلمة creation إبداع. politician معناها سياسي، والسياسة طبعا اسمها politics. editor معناها محرر في صحيفة أو في مجلة. دي كلمات أو أهم الكلمات عندنا اللي موجودة في unit 1 اللي كان بعنوان writers and stories. نيجي مع بعض لكلمات unit 2. طبعا unit 2 كان بعنوان عبد التواب يوسف my father an Egyptian teacher. تاني عنوان اليونت التاني كان بعنوان عبد التواب يوسف my father an Egyptian teacher. نيجي للكلمات بتاعت الوحدة association معناها جمعية أو منظمة أو اتحاد. cultural طبعا خدنا culture لوحدها معناها ثقافة. cultural معناها ثقافي. lecture كتير معنى محاضرة اللي في الجامعة أو يحاضر، اللي هو الشخص البروفيسور هو lecture at university اللي هو بيدي محاضرة في الجامعة أو بيحاضر في الجامعة. importance معناها أهمية. important مهم و importance أهمية. layer معناها طبقة. semicircle نص دايرة. semicircle. ministry معناها وزارة. ministry of education وزارة التربية والتعليم. Ministry of Health وزارة الصحة. Ministry of Interior وزارة الداخلية. Political Science علوم سياسية. Discipline معناها نظام أو انضباط، وبتي معنى يضبط. Responsible معناها مسؤول. Serious كلمة serious تي معنى جاد، تي معنى رزين أو وقور. strict تي معنى حازم. spoil كلمة spoil معناها يدلع أو يدلل أو يفسد. silence تي معنى صمت، وتي معنى يسكت يعني سكت واحد. plan بيتي معنى يخطط، وتي معنى خطة. طبعا لو جاي معنى خطة جمعها plan احط لها اس تبقى خطط. لو جاي كفير بمعنى plan احط له ان دي تبقى plan خطط. education معناها تعليم. fatherly معناها عطوف أو ودود اللي هي أبوي، جاي من كلمة father. influence كلمة دي مهمة جدا بمعنى يؤثر، وبتيجي معنى نفوذ أو تأثير. influential
طبعا دي برضو كلمة مهمة، بمعنى مؤثر أو ذو نفوذ. يبقى كلمة influence و influential خلي بالنا منهم عشان كلمتين مهمين جدا. set up، set up معناها يقيم أو ينشئ، team معنى ينشئ كمان. awards، awards بمعنى جوائز أو منح. warm، warm، warm بتيجي معنى لطيف وبتيجي معنى ودود، طبعا واخدينها بمعنى دافئ. confident، confident، confident معناها واثق. مر الشخص ده شخص confident، يعني شخص واثق من نفسه. confidence ثقة. confidence. honor شرف أو الفخر، وبتيجي معنى كفيرب بمعنى يكرم. behavior، behavior، behavior معناها السلوك. sensible عاقل أو حكيم. Arabic literature الأدب العربي. Arabic literature. qualities صفات أو خصائص. qualities. realize يدرك. inspire يلهم أو يوحي الشخص أنه يعمل شيء، دي معنى يحث. worthwhile، worthwhile، worthwhile معناها جدير بالاهتمام. worthwhile معناها جدير بالاهتمام. vet، vet، vet معناها طبيب بيطري اللي هو ال help sick animals اللي بيساعد الحيوانات المريضة وهو اللي بيعالجهم. demand، demand، demand معناها طلب أو يطلب. نيجي للإكسبريشنز عندنا للتعبيرات اللي موجودة بتاعت يونت 1 ويونت 2. نقول مع بعض الكلمات أو التعبيرات بتاعت يونت 1. follow traditional customs يعني يتبع العادات التقليدية. most of Egyptians معظم المصريين like to follow traditional customs بيحبوا يتبعوا العادات التقليدية. and so on وهكذا. develop a new style يعني يطور اسلوب جديد. take much longer يستغرق وقت اطول. get confused بمعنى يرتبك او يتحير. have a fixed routine عنده نظام ثابت ما بيتغيرش. اتم من بريك يعني راحة لمدة 10 دقايق. ولاحظ ان انا ما حطيتش كلمة minute اس لان هي جاية هنا كأدجكتيف كصفة، جاية كصفة، عشان كده ما بقولش اتم minutes، لا بقول اتم minute. خلي بالك لما تلاقي كده هايفن قبل الكلمة كده ما ينفعش احط لها اس لان هي بيبقى معناها ان هي جاية كصفة، وهايفن دي معناها الشرطة اللي قبل كلمة minute دي اسمها هايفن. give up his bed to يعني يتنازل عن سريره لحد. give a respected position يعني يعطى مكانة محترمة، يعطي مكانة محترمة. go wrong يعني يحدث بشكل خاطئ. establish someone as يعني يوطد قدم شخص مثلا. it gave me a headache يعني بيجيب لي صداع او جاب لي صداع. be still thought of as يعني مازال ينظر اليه على انه كذا، زي ما محمد صلاح is still thought of as the happiness maker for Egyptians، مازال ينظر له على انه صانع السعادة للمصريين. coach a sports team يعني يدرب فريق رياضي. to have the honor of يعني ينال شرف. be natural with معناها يتعامل مع شخص بطريقة طبيعية. need to discipline the students محتاج ان هو يظبط سلوك الطلاب، طبعا ده teacher. come with fresh ideas يأتي بأفكار جديدة، طبعا ده يبقى شخص creative، شخص مبدع يعني. have the class outside يعني ياخد الحصة خارج الفصل.
اه في بعض المدرسين كده ياخد التلاميذ عشان يغير من المود بتاع الحصة، يديهم الحصة بره الفصل. Like the layers of the earth يعني مثل طبقات الأرض. Take turns يعني تبادل الأدوار. Conduct or do a survey يعني يقوم بدراسة استطلاعية، يقوم بدراسة استطلاعية يعني يعمل استطلاع رأي. Receive a reply يعني يتلقى رد. عندنا بعد كده ال prepositions حروف الجر. Full of مليء بي. Be made into. Be made into معناها تحولت إلى. At midday في منتصف النهار. Type onto the computer يعني اكتب على الكمبيوتر. Happy with راضي أو قانع بيه. Ask for يطلب. Write by hand يعني يكتب بخط اليد. Both of كل من. Think of يفكر فيه. Talk to يتحدث إلى. Believe in يؤمن بي. Expert on معناه خبير في أو expert in أو expert at. At the same time في نفس الوقت. Be born in زي المكان يعني اتولد في المكان ده. Go down دي معنى تغرب للشمس. Graduate in يتخرج في مجال. Graduate from يتخرج من جامعة. In a new way بطريقة جديدة. Interested in مهتم بيه. Die in يعني يموت فيه وراه العام السنة اللي مات فيها. The father of يعني رائد في المجال ده زي ما قول pioneer of. By law بقوة القانون. نخش على prepositions حروف الجر بتاعت unit 2. Translate into يعني يترجم إلى. At Cairo University في جامعة القاهرة. Be worried about يعني قلق بشأن. Learn about يتعلم عن. Take part in يعني يشارك في. سو طبعا participate in. Graduate in graduated in متخرج في. Dream about or dream of معناه يحلم به أو يحلم به. Went on a tour ذهب في جولة. Work for يعمل لدى زي ما أقول مثلا I work for a big company أنا أعمل لصالح شركة كبيرة. Sit by يعني يجلس بجوار. I like to sit by a window when we travel on a bus بحب أقعد جنب الشباك لما نسافر في الأتوبيس. Sit in a circle يعني يجلس في حلقة أو في دائرة. Responsible for مسؤول عن. Grow up ينمو أو يكبر. In fact في الواقع أو في الحقيقة. Lecture about يحاضر عن. Design of يعني تصميم. تصميم لي. Write for يكتب لي. Set up ينشئ أو يقيم. Good at chess يعني كويس الشطرنج. Busy with مشغول بي. Concerned with معناها مختص أو معني بي. كده احنا خلصنا نكون خلصنا اهم الكلمات والتعبيرات وحروف الجر في يونت 1 و 2. شكرا لكم. ان شاء الله هنكمل مع بعض حل على الكلمات بتاعت يونت 1 و 2 وهنشرح الجرامر. السلام عليكم ورحمة الله.